السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. هذه الحصة إن شاء الله خاصة بتصحيح الأنشطة التي كلفتكم بها الحصة الماضية. الصفحة 3 من كراسات الدعم. نبدأ بتصحيح التمرين الأول. أستعمل المستقيم العددي وأعد بتسعة وأكتب الجداء. في الحصة الماضية بدأنا بإنجاز هذا التمرين معا وتوقفنا في العملية الرابعة. الآن سنكمل التصحيح. تسعة ضرب خمسة كم تساوي؟ إذن سنستعمل المستقيم العددي. سننتقل خمس خطوات. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، إذن خمسة وأربعون. إذن الضرب كما سبق وتعرفنا الضرب تبادلي، خمسة ضرب تسعة كذلك خمسة وأربعون. العملية الموالية تسعة ضرب ستة، إذن بكم سننتقل هذه المرة على المستقيم العددي؟ أحسنتم، بست خطوات. واحد لنحسب معا، اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذن تسعة ضرب ستة كم تساوي؟ جيد، أربعة وخمسون. كذلك ستة ضرب تسعة تساوي أربعة وخمسون. الآن تسعة ضرب سبعة، بكم سننتقل هذه المرة؟ بسبع خطوات. أحسنتم، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذن كم تساوي؟ ثلاثة وستون. كذلك سبعة ضرب تسعة ثلاثة وستون. لماذا؟ لأن الضرب تبادلي. أحسنتم، ننتقل إلى العملية الأخيرة. تسعة ضرب ثمانية. إذن كم من خطوة سننتقل على المستقيم العددي؟ ثمان خطوات. جيد، قم بالحساب معي. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، إذن كم تساوي؟ اثنان وسبعون. أحسنتم، ثمانية ضرب تسعة كذلك تساوي اثنان وسبعون، لأن الضرب تبادلي. ننتقل الآن إلى التمرين الموالي. ألون الخانات وأكمل كل كتابة. تسعة ضرب خمسة. أولا سنقوم بتمثيلها على الشبكة ثم سنكتب النتيجة. تسعة هو عدد الخانات بالصف الأول. قوموا بالحساب معي. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. خمسة يمثل لي عدد الصفوف. سنقوم الآن بحساب خمس صفوف. قوموا بالحساب معي. أنا أستعمل الألوان لتسهيل عملية الحساب. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هذه خمسة صفوف. الآن سنقوم بالتلوين. إذن تسعة ضرب خمسة كم تساوي؟ كم وجدتم؟
نعم 45. إذا قمنا بعد عدد الخانات الملونة سنجد 45. ننتقل إلى العملية الموالية 8 ضرب 5، كذلك سنمثلها على الشبكة. إذن 8 يمثل عدد الخانات بالصف الأول، أما 5 فهو يمثل عدد الصفوف. إذن لنمثل العدد 8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. الآن نمثل العدد 5 وهو عدد الصفوف. إذن الصف الأول 1، الصف الثاني 2، الصف الثالث 3، الصف الرابع 4، الصف الخامس 5. الآن سنقوم بالتلوين بهذه الطريقة. إذن 8 ضرب 5، كم وجدتم؟ أحسنتم، 40. إذا قمنا بعد الخانات الملونة سنجد 40. ننتقل إلى العملية الموالية 9 ضرب 8. إذن العدد 9 ماذا يمثل لي؟ أحسنتم، يمثل عدد الخانات بالصف الأول. لنحسب معا: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. والعدد 8 ماذا يمثل لي؟ أحسنتم، يمثل عدد الصفوف. إذن الصف الأول 1، الصف الثاني 2، الصف الثالث 3، الصف الرابع 4، الصف الخامس 5، الصف السادس 6، الصف السابع 7، ثم الصف الثامن. الآن سنقوم بالتلوين. جيد، الآن 9 ضرب 8، كم وجدتم؟ 72. أحسنتم. ننتقل الآن إلى العملية الأخيرة 8 ضرب 9. إذن هذه المرة العدد 8 ماذا يمثل لي؟ أحسنتم، يمثل عدد الخانات بالصف الأول. إذن لنمثل عدد الخانات بالصف الأول، قوموا بالحساب معي: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. والعدد 9 ماذا يمثل لي؟ أحسنتم، عدد الصفوف. إذن قوموا بالحساب معي: الصف الأول 1, 2، الصف الثاني 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. الآن سنقوم بالتلوين. جيد، إذن 8 ضرب 9، كم وجدتم؟ أحسنتم، 72. ننتقل الآن إلى التمرين الموالي: أضرب. 9 ضرب 8 كم تساوي؟ أحسنتم، 72. الآن ننتقل إلى العملية العمودية 8 ضرب 9، كم تساوي؟ أحسنتم، 72. النتيجة لا تتغير. الآن 8 ضرب 9 كذلك
72 ثم 9 ضرب 8 كذلك 72. الآن 8 ضرب 7 كم تساوي؟ 56. أحسنتم. 9 ضرب 7 كم تساوي؟ 63. 8 ضرب 1 كم تساوي؟ 8. أحسنتم. الآن 8 ضرب 6 كم تساوي؟ 48. جيد. 9 ضرب 6 كم تساوي؟ أحسنتم. 54. 9 ضرب 2 كم تساوي؟ 18. جيد. الآن 8 ضرب 5 كم تساوي؟ 40. جيد. 9 ضرب 5 45. 8 ضرب 0 0. ثم 8 ضرب 4 32. 9 ضرب 4 36. أحسنتم. 9 ضرب 0 تساوي 0. ثم 8 ضرب 3 تساوي 24. نعم 27. كم تساوي؟ 18. أحسنتم. ننتقل إلى التمرين الموالي. أكتب كتابة ضربية مناسبة لكل شكل. نبدأ بالشكل الأول. لكي نكتب الكتابة الضربية، أولا سنقوم بحساب عدد الخانات الملونة بالصف الأول. قوموا بالحساب معي. سنستعين بهذا اللون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن العدد الأول هو 9. إذن 9 ضرب ماذا؟ نضربها في عدد الصفوف. الآن نحسب عدد الصفوف. 1 2 3 4 5 6 7. إذن عدد الصفوف هو 7. الكتابة الضربية هي 9 ضرب 7. إذن كم تساوي؟ أحسنتم. 63. ننتقل إلى الشبكة الثانية. بنفس الطريقة نقوم بحساب عدد الخانات الملونة بالصف الأول. 1 2 3 4 5 6 7 8. كم وجدتم؟ 8. إذن نكتب العدد 8. 8 ضرب عدد الصفوف. الآن نقوم بحساب عدد الصفوف. 1 2 3 4 5 6. عدد الصفوف هو 6. إذن 8 ضرب 6 كم تساوي؟ أحسنتم. 48. جيد. أتمنى أن تكونوا قد أجبتم بشكل صحيح على هذه التمارين. بهذا نكون قد انتهينا من تصحيح تمارين هذه الحصة. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله. وفقكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.